السلام عليكم. إذا عجز العلم عن تفسير الأشياء المنطقية فالناس تضطر أن تذهب إلى الأشياء الغير منطقية، والحمد لله والشكر الأشياء الغير منطقية منتشرة بالعالم كله. المهم خلينا بالعراق. بالعراق الأشياء الغير منطقية أو مثل ما يسموهم الروحانيين اثنين، أبو علي الشيباني وأبو أحمد الوائلي، قمة في الأخلاق، قمة في الأدب، وهم راح يعرفون عن أنفسهم. هم في وجهي سيماهم في وجههم في نور محمد. انظروا إلى هذا الملك الطاهر. هاي اللحية مو أي واحد يطلقها، دير بالك يا شيخ، تسم نفسك بالشيخ. هاي اللحية كل شعره جواها ملك. انظروا الى هذا الحمد الوديع. اشرب سات فلاح امانه الله، ان شاء الله ببركات الزهراء. لا صراحه ان نور محمد هواي باين على وجهك، يعني اللهم صل على محمد وال محمد، يعني نور على نور، وكل شعره جواها ملك. بس ما عرفنا انه هذا الملك صاير بالجلد لو صاير بالبويصله. المهم نروح للشخص الثاني، أبو علي الشيباني. أنا كلي أخلاق، هاي أول مرة أحكيها، كلي أخلاق من راسي إلى رجلي. أنا لو كان واحد مكاني أنا لم أزني، لم أشرب، لا سامح الله، لم أقعد بقهوة، لم أسيء إلى أحد، لم أمشي بالشارع. قمة بالأدب، قمة بالأخلاق، عمره ما شرب خمور، عمره ما زنى، مع العلم إن نص العالم هاي مواصفاتها. ها وعمره ما مشى بالشارع ابد. شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ انا خادم لك وامرني. الله يديمك، الله يطول عمرك. جواد بن زنوبه من الشاميه، قضاء الشاميه محافظه القادسيه. ايه ما اعرف الشاميه شبر شبر. خادم لك وامرني. لا لا لا، هو صحيح عمره ما مشى بالشارع لكن يعرف الشاميه شبر شبر. بس دقيقه، اذا ما مشى بالشارع شلون عرفها يعني؟ إلا إذا أكو طريقة ثانية كان يمشي بيها. المهم أبو علي الشيباني يتبع أسلوب غير تقليدي في علاج المرضى الأعشاب. اتهامات. ضيفنا هو أبو علي الشيباني الروحاني العراقي شامي الهوى. وأنا أكره كلمة روحاني لأنها عبارة عن دجل ونفاق. ليش؟ وإحنا عندنا عشب، ما نجي نحط يدنا على الواحد ونطيبة. طبيب أعشاب وعمره ما يتبع الروحانيات ولا الأحراس أبد. جهز 20. أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله هذه الآية. لا 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 لا، هاي قبل. هسه الرجال صار دكتور وتثقف وعنده شهادات. ولكن كنت خبيرا دوليا، يعني مهنتي خبير أعشاب، خبير دولي. يعني اسمي حضرتك. نعم. ومن كندا ومن باكستان وكل الدول اللي تصنع لنا الآن أخذت معطياتي اللي صنعت لنا. نعم. خبير عالمي، يعني العالم كله ما كان يعرف الأعشاب لكن إجا أبو علي قال سبرايز، هاكم معطياتي وصنعوا على أثرها الأعشاب، يعني ما كانوا يعرفون الأعشاب. طيب أبو علي عين، ممكن شوية تنورنا من علمك وتطينا من نورك؟ نعم. العسل كثير من الناس يعطونه لمعالجة السكر وهذا من الغباء. نعم. يعني من الغباء. عسل بيقدموه كونه بيعتبر انه يمكن عسل سكر وطبيعي غير مضر من قال لمرضى السكر. لا 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 لا، حضرتك بتقول العكس. هذا كله عبارة عن كذب وعبارة عن نفاق. نعم. وعبارة عن دجل بمعنى الكلمة، يعني هاي الناس العشابة هم أغلبيتهم ما بيعرفون الناقة من الجمل. اي يابا شلون كانوا يكذبون علينا ويقولون ان العسل هواي مفيد لاهل السكر، يعني طلع مضير.
مع العلم أن الدراسات العالمية وخاصة الأوروبية تؤكد أن العسل له أهمية كبيرة لمرضى السكر، وخاصة في البحوث اللي تؤكد على traditional and modern uses of natural honey in human disease. يعني الحجي الدكتور صاحب الشهادة العالمية في طب الأعشاب طلع ما يعرف طب الأعشاب. طيب عرفنا من الأعشاب، خلينا نروح للروحانيات ونسأل الخبير الدولي أبو أحمد الوائلي. تفضل. وجعلنا في أذانهم مقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده فولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكل وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله وما شاء الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسم سم ولا داء. الله 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 لا إله إلا الله. عفعل أخرين. دقيقة خلينا نعيد الفيديو مرة ثانية. وجعلنا في أذانهم مقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده فولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكل وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله وما شاء الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسم سم ولا داء. الله 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 لا إله إلا الله. وما خلينا نفوزينا كمان. لا إله إلا الله. أولا ومثل ما شفتوا إن الآية القرآنية قراها غلط. جل من لا يسوء سبحانا ما يغلط. المشكلة إنه طالما الآية القرآنية غلط معناها ليست جزءا من القرآن. طيب هذا الرجال ليش وقع؟ مع هذا الريدن سايرك الريدن يقول ما وقع من الآية القرآنية، وقع ببركة هذا الرجال الطيب اللي يدوسه يوقع. طيب إذا كان الكبار اللي يدوسهم يوقعون، الأطفال ليش ما يوقعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نور السماوات، الله نور السماوات والأرض، الملك القدوس السلام المؤمن المهيم عزيز الجبار المتكبر. ما يخبر هذا عارض عندك، هذا عارض، هذا اكو بزون قط ماشي منين ما سال داعي الحالة. مضبوط صحيح. بزون 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 اسود، القط اسود، هذا قط اسود. طيب بغض النظر ان القط الاسود يعتبر من جالبي الحظ الجيد في بعض الدول الاوروبيه ويجيب الرزق، لكن بعدنا نسال الاطفال ليش ما توقع. السؤال الاهم، طالما انه انت تقدر تعالج الناس معناها تقدر تعالج نفسك صحيح؟ اخوي هو انا ما عندي مكان اصعد بيه وانزل بهذا، يا التنبؤ يا بطيخ ما عندي تنبؤ. لا ما عندي، ما تنقل، ما سريع الحركه، ما عندي سريع الحركه والله، قاعد ما اقوم يا معود. رجال تعبان إذا وقع ما يقوم، ولهذا يقول إن فاقد الشيء لا يعطيه. بس مع هذا أريد نسأل، يعني معقولة أنت الرجل المبارك اللي تحفظ الناس تقف أكو أمراض ما تقدر لها؟ عمو عندك سكر قوي، ترى ليش ما تأخذ أدوية مال سكر؟ أخذ والله يوميا، أخذ قبرصي الصبح ووحدة المغرب. تأخذ القبرصي عمو أو مساعد؟ غير أنا غير الكيا، أعطيك علاج غير علاج السكر. والله علوا الدلل، لأن السكر هذا مرض عضوي عمو، غدة بنكرياس توقف عندك، تقوم ما تفرز أنسولين، فلازم تتعالج علاج عضوي يم الأطباء. اها يعني انت تعالج بس الامراض النفسيه والامراض العضويه ما تقدر لها صحيح؟ انت تحكي علاج قوي؟ هسه شلونك هسه؟ والله احسن من دي قبل، احسن من قبل، جد اخذ العلاج. قبل ايش كان عندك؟ مفاصلي فد مره ما اقدر امشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين. زين 90% 80% كله زين ان شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روح امشي اخوي، امشي بعد امشي حيل عادي لا تخاف. والله اول مره اعرف المفاصل من الامراض النفسيه مو العضويه يعني. طيب عيفنا من العلاج، ما اريد نتعالج. يقولون انه ابو علي الشيباني عنده قدرات خارقه في النظر الى المستقبل. الاخوه بايران يعتبروها انه مساله وقت ايضا. أي. مسألة وقت، وهن جاهزين لأنه عم بيحضروا له. أنا بعرف أمور أكثر من هذا الحجم، لو تحدثت عنها تسبب ارتباك كبير، ولذلك أنه ساكت ما أريد أحكي. لكن
كثير من الأمور الإسرائيلي يتدخل بالوطن العربي بشكل كبير، وأكو حكي ليس كل ما يعرف يقال. صحيح. وبالنسبة للتدخل التركي بالعراق، كل واحد ماخذ حصته، وما بتشوفون النفاق وصل إلى قمته، كل المتحاربين أحدهم لا يتحدث مع الثاني ويقاتلون في العراق. أكو أشياء أعرف عن السعودية إذا حكيتها مرعبة. مثل شو مثلا؟ يعني مو لا تنسين أحيانا بالحجاز أكو ناس يسيطرون على 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 الماكينة العراقية. نعم. فما أريد أحكي. مشكلة للأسف هيدا اللي عم نوصله، يعني هيدا الزمن. مشكلة. ولكن كلمتك بتضل مسموعة من كل العالم والناس. لا. الله على المعلومات اللي يطاها، يعني معلومات كلش واضحة، يعني كشف كل المخططات الماسونية، كشف كل المخططات التي تحاك على العراق. يعني المهم عندنا أبو علي الشيباني، نريد نروح لأبو أحمد الوائي والقدرة الخارقة التي يمتلكها في الاتصال بالعوالم الأخرى. أطلع أنت يهودي؟ لا لا يا أستاذ أنا 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 أي 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 لا إله إلا الله سكادي، لا إله إلا الله سكادي. أطلع بقدرة الله. أنت هندي؟ أنا السعادة من الدعاء. هندية؟ أنا الجمجة. أيها أيها ما الجمجة. أيها هندية؟ جدة أنا نهي نهي ما دادا نهي. أيها سبيكر يا هندية شد جو أويت جمجة أنا دادا. لا 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 سكادي إلما إلما كنت الكدر. أيها 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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس ما شاء الله. لا شيء. لا لا هندي مضبوط مضبوط أبدا عن جد. يعني آيا إنديا آيا إنديا معناها أنت هندي، يعني لا هو إنجليزي لا هو هندي. العربي زي الإنجليزي بالضبط، الفرق بين الاثنين إنك في الإنجليزي بتعوجي بوب. نرجع مرة ثانية للمواطنين، ومثل ما قلنا قبل إذا عجز العلم عن تفسير الأشياء بصورة منطقية ما بيها شيء، جرب الأشياء الغير منطقية. لكن مو معناها كل ما يصير بيه بتروح تهبد بالهروش. شكرا جزيلا. Thank you.